نحن بالفعل مستقلين، الكل مستقلين. الكل مستقلين. الحر بقول يمكن عمر حرفوش على القليلة عم بيحارب الفساد، لأنه شعارات التيار الوطني. إنه التيار عم بيحارب الفساد؟ يعني أنا ما أقصد بس بعترف، أنا بحكي بالوقائع. اليوم الوحيد يلي عم بيحارب الفساد هو محامي اسمه وديع عقل. نعم. يلي هو بتيار الوطني الحر. نحن بالفعل مستقلين، الكل مستقلين. كان في